السلام عليكم، هل ممكن الذكاء الصناعي يعمل لنا فيديو؟ تعال نجرب. لو احنا سألناه تقدر تعمل لنا فيديو؟ هيقول لك لا انا مجرد بس بجاوب. طيب اديني اجابة، ما هي اجمل شواطئ مصر؟ تمام، هو هنا هيجاوب كتابة. طيب هروح انا بقى الموقع اسمه فيد. تمام، الموقع ده هبدأ اعمل فيه مشروع، هقول له ايه؟ كرييت بروجكت. بيقول لي انت ممكن ترفع فيديوهات، ممكن ترفع صور، ترفع الحاجات اللي تشتغل بيها. هقول له انا عايز ايه؟ ادخل هنا على الاوديو. الاوديو هعمل ايه؟ هديله كلام وهو هيحول الكلام ده لنص. هاخد انا الاجابه بتاعت الذكاء الاصطناعي اهيت، وهروح هنا واقول له تكست تو صوت بيتش، واقول له ان انا عايز اللغه العربيه، وعايز سلمى تحط لي الكلام دوت، وقت تو بروجكت. هيبدا بقى يحوله لي ليه ملف صوت. شغل صوت كده. او مول سلم، ما هي اجمل شواطئ مصر؟ يوجد العديد من الشواطئ الجميله في مصر، وبعض الشواطئ الشهيره التي يمكن كده. احنا معانا الصوت بتاع الفيديو اتعمل في ثواني، الماده العلميه ما تعبناش فيها. تمام، لو انت عايز تعمل سبتايتل ممكن تدوس هنا وتقول له اوتو سبتايتل، هيبدا يحول لك الكلام ده لسبتايتل، يعني الكلام بيبقى مكتوب هنا مع الثانيه، كل ثانيه يظهر السطر بتاعه. فهقول له هنا ميديا، واقول له ان انا عايز فيديو، وابدا اسحب الفيديو بتاعي اهوت. خلينا نرجع بالماوس هنا، واقول له اد ميديا، واقول له ان انا عايز الفيديو دوت. ظهر معايا بالشكل دوت. طب انا عايز الفيديو دوت، هقول له كوبي، واقول له كمل لي هنا، واقول له اسحبه لي لحد هنا. طيب تعال بقى نشوف الفيديو اللي احنا عاملينه. يعتبر هذا الشاطئ من افضل الشواطئ في مصر، ويتميز بنوعي الماء الزرقاء الجميل والرمال الخفيفه المريحه عمل لي اهو الفيديو بدون اي تعب خالص. تمام، طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نقول له احنا عايزين مثلا لقطات انتقاليه من لقطه للقطه بالشكل دوت. طيب بعد كده هقول له اكسبورت. الكواليتي ستاندرد، عايز اتش دي مفيش مشكله، ستاندرد. هقول له اكسبورت فيديو، بيقول لي بقى عايز تعمله شير على ايه. تمام، ممكن تبعت على نفسك الايميل، ممكن تنسخ ال، اقول له انا عايز اعمله داونلود. بعد كده تقدر ترفع الفيديو على اليوتيوب او اي موقع تحب.